هذه الأمور كلها، حسنها حسن وقبيحها قبيح، الموسيقى، المسلسلات، الأفلام، حسنها حسن وقبيحها قبيح. كاين مسلسلات كتزيد في ثقافة الإنسان، مسلسلات تاريخية، مسلسلات اجتماعية، مسلسلات كتكلم على يعني على أمور كتجري في الدنيا، ما فيهاش الإباحية، ما فيهاش الفجور، ما فيهاش الفسق، ما فيها راه أصل فيها الإباحة، ولكن يجبوا لا تشغلنا عن الصلاة وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر المبارك هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم. الإنسان يدير هذا الشيء، كل واحد، أنا كنقول هذا الشيء لراسي قبل ما نقول لأي أحد، رمضان هدية من عند سيدي ربي سبحانه وتعالى للتوبة والإنابة والاستغفار والإقبال على الله بالطاعات. مني الإنسان كيعيا إلا شعل التلفزيون كاين شي مسلسل تاريخي، مسلسل اجتماعي، مسلسل ما فيش القباحة، ما فيش حاجة اللي كتشرح كلام ساقط والموجون، هذاك شي حرام في رمضان وفي غير رمضان. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.